السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ ولي كنغبر عليكم، ولكن ان شاء الله من هنا لقدام غادي نستمر في القناه ديالي، لان كنت وقفت واحد تقريبا واحد 20 يوم ولا اكثر وانا موقفه. علاش؟ لان كنت شويه عيانه، ولكن دابا الحمد لله الحمد لله الحمد لله دابا راني في تحسن. درت لكم فيديو على قصتي مع السحر لمده 19 سنه، وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم اللي وصلتني. وصراحه بزاف الناس بقيت فيهم، وبزاف الناس اتصلوا بيا ويعني جاتهم قصتي غريبه ومحزنه، وطلبوني باش ندير معكم فيديوهات على هاد، على يعني كيفاش عشت هاد المده هادي ديال السحر، وباش نفيد حتى الناس. حيت بعدا ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والله يجازيكم بالخير. بارطاجيو ليا القناه، والله يجازيكم بالخير. كنعاود تنطلبكم بارطاجيو ليا القناه، لان صراحه انا عاودت لكم قصتي وقلت لكم انا قناتي علاش يعني علاش درتها، وكنتمنى تساندوني، والله كنتمنى منكم تساندوني، لانني انا قلتها لكم في الفيديو السابق، راه دقيت بزاف البيبان ولكن ما قيمة تحل حتى شي باب، ولكن باب الله دائما مفتوح والحمد لله. مهم غما غاد باش ما نطولش في الفيديو، غادي نختصر لكم، غادي نعطيكم اعراض اللي كنت كنحس بها باش نكون سبب ربما نقد شي واحد اللي يكون حاليا تيعاني من نفس الاعراض وما عرفش شنو هو هذيك وشنو هما دوك الاعراض، وكيلتجئ للطبيب وكيبقى غير يشرب دواء الاعصاب وما عارفش راسو شنو هو هذاك الشيء. انا خوتي كنت كنمشي شربت دواء الاعصاب بزاف، لو كان كنت عرفت هذاك هو السحر ما كنتش غادي نشرب دواء الاعصاب، كنت غادي نتبع الرقيه وغادي نلتجئ لله سبحانه وتعالى. ما كنتش الصراحه، ولكن الحمد لله الحمد لله، واخا داك العلاج خديت فيه واحد يعني تعذبت واحد المده طويله، ولكن الحمد لله دابا ملي التجأت للرقيه ولله سبحانه وتعالى والحمد لله. دابا غادي نقول لكم شنو هما الاعراض. الاعراض باش يعني الا كان شي واحد فيه هاد الاعراض هذه، ماشي يقول راه امراض نفسيه او لي يقول راه اعصاب، يعني كاين اللي فعلا كيكون مرض نفساني، ولكن اغلبيه كيكون السحر او للعين او للحسد. الاعراض هما بنادم كيحس براسو بحال اللي ما عايش، كتجيك الخنقه في صدرك، كتجيك واحد الضيق خصوصا مور اذان العصر. مور اذان العصر غير هو العصر كيأذن واحد شويه، يعني راسك الخاطر ديالك كيتزير بزاف. انا كنت كنتزير بزاف، واخوتي كان كيضرني راسي بزاف، والوساوس وساوس شيطانيه، كنخاف من الموت، كنخاف من الامراض، اي حاجه تصوروا قسما بالله كنت كنهز يدي بحال هكا وتنقول انا وليت ضعافيت. يوميا كنقلب يدي تنقول راني ضعافيت، وجهي راه ضعاف، راه صافي ما بقى ليا والو، نموت غدا، غادي نموت في العشيه، غادي نموت الصباح، غادي نموت. تنقول شنو هي هاد الحياه هادي، تنشوف الناس ضاحكين تنقول سعداتهم كيضحكوا واش ما غاديش يموتوا، يعني وساويس شيطانيه. راه كنت الناس جماعين ضحكين لاعبين، انا ما بالي ماشي معايا غير في الوساويس الشيطانيه، وكنت كنقول هادشي ما غاديش يتحيد مني، تنقول يعني انا غنبقى دائما حياتي في هاد الوساويس هادي، وما كنبغيش نجمع مع الناس، ما تيخليونيش نجمع مع الناس لان هذاك الوساويس كي يعني كيغلبوا عليا بزاف. كنت كيضرني قلبي، يعني قلبي كيضرني بزاف، كنحس بشي حاجه في قلبي بحال اللي كتضربني، بحال شي جنوي كيدخل ليا في قلبي. كنحس بكتافي مشدودين عليا، ما يعني كنحس بالعروق هنايا ديال الكتاف، تحت الكتاف كيتشدوا عليا،
وديما كتافي طايحين عليا، وكان عندي هذا النص هذا الله يحفظ تنقول غير تشلل ليا اليسرى، النص اليسرى كانت تنقول صافي اليد والرجل، شي مره كنهز يدي بحال هكا ما كنقدرش نهزها، رجلي ما كنقدرش نهزها. شنو هما عاوتاني الاعراض اللي واخوتي راه كيجيك واحد الخوف 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 الشديد. الفرحه كنشوف الناس في غير في المناسبات بحال الاعياد، الناس فرحانين، الناس كيلبسوا حوايجهم مثلا وكيفرحوا مع بعضياتهم، انا ديك الفرحه ما عنديش نهائيا. وشي مره كنبقى جالسه بحال هكا حتى كنحس بقلبي كيضرب يضرب 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 بحال اللي خلعني شي واحد، اولا كنحس برجلي كيبردوا ليا، وديك البروده كتبقى طالعه 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 ما كيصل ليا داكشي لقلبي كيبقى يضرب 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 يضرب، تنقول صافي هنا اليوم غادي نموت. هادو هما المعاناه اللي عشت واحد المده طويله. والحريق، الحريق مره مره كنحس بالضوء، الضوء كيضربني هنا، الضوء يضربني هنا، الضوء يضربني هنا، هنا سميتو في الكتاف ديالي، رجليا، يعني ديما 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 انا ديما مريضه ديما، وراسي راسي كنحس بهاد البلاصه هادي بحال لي شي واحد كيحس كيهز شي جنوي وكيبقى يضربني هنايا. هادو هما الاعراض اللي كنت كنحس بيهم، وكان عندي واحد العرق هنايا فوق الودن مره مره كنحس بها بحال اللي غتبوشه ولا بحال اللي غادي تطرطق. هادو هما الاعراض اللي كنت كنحس بهم خوتي. الا كان شي واحد كيعاني من هاد الاعراض هادو، انا بالحكم انني مشيت عند اطباء بزاف وداو ليا غير فلوسي، ما يعني ما كاينش شي علاج. العلاج هو الله سبحانه وتعالى خوتي. بحال هكا بنادم يمشي يدير رقيه او يدير يرقي راسو، الاحسن يرقي راسو، ولا حس بشي حاجه يعني كتدل على انه عنده مثلا السحر او للعين او لا، لان ملي كدير الرقيه كتحس براسك يعني كيبانوا فيك اعراض، هذوك الاعراض اللي انت اللي عندك اللي كتحس بهم كيبانوا في ديك اللحظه ملي كتكون كتصنط للرقيه. هادو هما الاعراض اللي كنت كنحس بهم. ورجلي رجلي رجلي يعني من هنايا من تحت الركبه دائما كتعطيني الحريق، الحريق دائما دائما الحريق فيا. كنتمنى يعني الناس يستافدوا معايا، الا شي واحد كيحس بهذا الشيء هذا يمشي يلتجئ يدير يرقي راسو، الا ما كانش كيعرف يرقي راسو يمشي عند شي راقي. كاينين الرقات اللي الصراحه الله يعمرها سلعه وكيرقيو من قلبهم وكيعاونوا الناس. هكا من الاحسن ونوصيكم على الاذكار، اذكار الصباح والمساء وسوره البقره. سوره البقره هذه مزيانه 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 100%. المهم هذا هو الفيديو اللي غادي ندير لكم اليوم. هذوما انا عطيتكم غير الاعراض باش اللي عنده هذا الشيء هذا يرقي راسو او يمشي عند شي راقي. واش غنقول لكم؟ الناس ما تخافوش الله، الناس ما تخافوش الله. وكاينه العين، العين راه غير مثلا لا شفت شي حاجه وعجبتني وما قلتش تبارك الله، هذيك بداتها راها عين. راه ماشي نقولوا حتى يشوفك شي واحد مثلا بعين خايبه او لا، راه الا شافتك غير امك وعجبتيها وفرحات بك وما قالتش تبارك الله، هذيك بحد ذاتها راها عين. وكاين الحسد، الحسد حتى هو راه نفس الاعراض، العين والحسد والسحر تقريبا نفس الاعراض. وبالنسبه للتوكل، حيت انا عندي التوكل وعندي الله اعلم ربما عندي حتى شي حاجه اخرى، لان انا تقيت رديت التوكل ولكن باقي فيا شي اعراض. المهم التوكل اللي مثلا حس براسو انه عنده التوكل، الاعراض ديالو هما الكتاف كيسخنوا بزاف كيسخنوا بزاف، والكرش دائما منفوخه بحال لي غاز، يعني كرشي دائما منفوخه ودائما دائما كنحس بمصارني كيدابزو
وشنو اخر باش يحس؟ الصراحه كانوا عندي اعراض بزاف بزاف، كانوا عندي اعراض بزاف. هذا هو، وتحت عيني كيزرقوا ليا، هادو من علامات التوكل. وبالنسبه وكتنوض ليا واحد الحساسيه في يدي ورجلي مره مره. هذاك الشيء كيجيني موسمي، ربما في ديك الفتره اللي كليت داك الشيء كينوض ليا ديك ديك الحساسيه، كتنوض ليا في يدي وفي رجلي، كيبقى الجلده ديالي كتقشر كامله في يدي وفي رجلي. هادو هما الاعراض ديال التوكال، وهذا الشيء هادو هما المعاناه اللي دوزت. ولكن الحمد لله حاليا هادوك الاعراض اللي قلت لكم دابا كامله تحيدت، ما بقاش فيا الوساويس، ما بقاش راسي كيضرني، ما بقاش يعني كنحس بجنبي غادي يرقد عليا، ما بقاش ديك الخوف ديال الموت، ما بقاش الفرحه ولات عندي. هما باقين شي اعراض ولكن اعراض خفاف. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، ودعموني دعموني، الله يجازيكم بالخير، وبارطاجيو ليا الله يجازيكم بالخير. فيديو الثاني فيديو الثالث ان شاء الله غادي ندير لكم العلاج اللي تبعت باش حسيت براسي يعني ديك الاعراض كتنقص. وباي باي عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتستافدوا معايا، لانني كنهضر انا كنشرح لكم، حيت كاينين اللي ما غاديش يعرفوا مثلا يعني نشرح لكم بشرح شعبي باش اي واحد يفهم. والله يشافيكم والله يشافي الجميع، اللي مريض الله يشافيه، والله الله يحفظ الله يحفظ كل واحد، الله يحفظ الناس اللي ما عندهم حتى شي حاجه، الله يحفظهم والله يحفظ الجميع. وباي باي عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله، ودعموني دعموني اخوتي الله يجازيكم بالخير. باي باي.